هوية بريس نحو إعلام هادف. محمد المجاوي أستاذ التعليم الابتدائي بمديرية التعليم بإقليم الحسيمة. نحضر اليوم هذا العرس النضالي الذي هو عرس بامتياز، نجسد فيه وحدة الشغيلة التعليمية ضد النظام الأساسي المفروض علينا، ضد نظام التعاقد المفروض علينا كذلك، ومن أجل حقوقنا ومطالبنا العادلة والمشروعة لكل فئات المنتمية لأسرة التعليم. هذا العرس النضالي الذي يعبر بالملموس على أن القواعد داخل أسرة التعليم، داخل أسرة التعليم قد رسمت لنفسها خطا نضاليا متميزا لمجابهة هذه القرارات الفوقية، هذه القرارات التي لم تلامس جوهر الإشكالات، جوهر المشاكل الحقيقية التي يعيشها الأستاذ والأستاذة المغربية. أملنا كبير في هذه الوحدة النضالية على أن تترسخ ميدانيا سواء على المستوى الوطني أو على المستويات المحلية، لأنها سبيلنا نحو انتزاع هذه المطالب العادلة والمشروعة. وكمناضلين من قادمين من مدينة الحسيمة نتمنى كذلك، نتمنى الإفراج عن صديقنا، عن رفيقنا، عن زميلنا الأستاذ محمد جلول المعتقل على ذمة حراك الريف بعشر سنوات سجنا ظلما وعدوانا، بعد أن قضى خمس سنوات سجنا على ذمة حركة 20 فبراير بمدينة الحسيمة. إذن تحياتي لكل هذه الجماهير الأستاذية الغفيرة التي حجت من كل ربوع الوطن إلى العاصمة الرباط، تحية إجلال وإكرام لهم للأستاذة للأستاذ المغربي، لأنه أبان عن علو كعبه، أبان عن تشبثه بخط النضال الوحدوي الذي لا منص منه من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لكل الشغيلة التعليمية. وشكرا لكم. السعدية الكحل من أساتذة الزنزانة 10، جينا اليوم خارج السلم التاسع، جينا نحتج اليوم على حساب النظام المآسي اللي جاء بسلسلة العقوبات، وكنا كنتظروا أنه يكون هناك إنصاف، ولكن جاء بسلسلة العقوبات دون إنصاف. وإحنا يا أساتذة الزنزانة 10 كان فينا اللي قضى أكثر من 20 سنة، واصلت 28 سنة، وكانت عنده ترقية يتيمة واحدة. ظلمنا مرسوم الاول ومرسوم الثاني، وجاء النظام دابا باش يعاود يتعسف علينا، وجاء عندنا يسحقنا اكثر. وحنا كنقولوا للوزير التربيه الوطنيه لا، احنا رافضين هذا النظام الاساسي، رافضينه بتاتا جمله وتفصيلا، رافضينه لانه جاء نظام لسحق الاستاذ، وحنا لن نتنازل عن كرامه الاستاذ، كرامه الاستاذ اولا قبل كل شيء. هوية بريس نحو اعلام هادف.